الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صباح الفل والهنا والسعادة والياسمين وكل حاجة حلوة في الدنيا على أحلى مشاهدين في الدنيا. يا ريت كده لو أول مرة تشوفي قناتي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. أي فيديو جديد أنزله يوصلك. النهاردة هنعمل إيه؟ هعمل لكم وصفة سحرية لتنظيف الحوض. تنظيف الحوض المواسير ذات نفسها، مش تنظيف الحوض من بره بس، لا، ازاي ننظف المواسير، ازاي ما ندخلش سباك بيتنا، ازاي المية تفضل تجري في قلب المواسير وما تتركنيش في الحوض بالشكل ده كده. كل دوت هعمله معاكم خطوة بخطوة، بس تابعي الفيديو للنهاية بجد هتستفيدي. يعني مفيش بيت، يعني الشغل كله الحمل كله بيبقى على الحوض بتاع المواعين. طبعا بواقي اكل، بواقي دهون من اللحوم، من غسل اللحوم، من غسل الفراخ، فبتبصي تلاقي الحوض بيبقى عليه عبء جامد جدا، وساعات المية بتقف وبتبقى مش عايزة تتحرك فيه خالص. فانا هقولك وصفة مش هتدخلي سباك بيتك، المية مش هتقف، نقطة مية مش هتقف في قلب الحوض. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكون السحري الجميل الرخيص الموجود في كل بيت هنعمله ازاي. انا هنا معايا هو في يعني نص المكون، يعني البرطمان قرب يفضى، بس قلت ايه الوصفة دي انا مش هدخل على مشاهديني حبايبي بيها، وهعملها معاكم بالطريقة دي. يعني المسحوق دوا هو مش مسحوق، هو خلطة كده هو من الملح، ملح الطاعون بتاعنا. انا همسك كيس الملح كده هفضيه في قلب البرطمان، يعني البرطمان ده ممكن ياخد 3 اكياس بس، هو فيه شوية من الاول وانا هكمل عليه. وبيكربونات، بيكربونات الصوديوم ده سحر في التنظيف، في كل حاجة، في الغسيل. هنزل كده ب3 معالق من بيكربونات، وهقلب الملح مع البيكربونات الصوديوم بالشكل ده كده. طبعا انا معايا مية في الكاتل، مية في الحوض، مية في الكاتل او مية في البراد، لازم تكون مغلية جدا جدا. المية غليت بتاعتي، هاجي جاية كده في الصفاية دي وهاجي حاطة. طبعا انا قلبت الملح مع البيكربونات، واحط كده 3 معالق كبار اهو بالشكل ده كده، ورشة خل. شايفين الفوران، شايفين التفاعل، كل ده يعني قادر الخطوة دي ان هي تفتت لي وتخلي المواسير نظيفة جدا جدا. وهنزل بقى بالمية بتاعتي، المية اللي بتغلي اهو بالشكل ده كده في قلب الصفاية. بجد انا ما بجيبش سباك، عمري ما جبت سباك الا زمان خالص، ولقيته جا عمل لي الخطوة دي وجا خد مبلغ وقدره يعني، وما عملش اي حاجه، قال لي اديني كيس ملح، اعطيته علبه الملح فضاها كده في قلب الحوض وعمل لي الخطوه دي، وخد مبلغ طبعا عشان طلع من المحل بتاعه خد مبلغ. فانا من النوع اللي بحب ايه، يعني عندي حب ان انا اعمل الحاجه بنفسي، فالخطوه دي جميله جدا، مفيش نقطه ميه هتقف في الحوض. انا الحوض بتاعي يعني الميه ماشيه، انت لو الحوض بتاعك الميه واقفه فيه هتعملي الخطوه دي، وهتيجي كل يوم بالليل بعد ما تخلصي شغل البيت هتيجي واخده معلقه كبيره كده وهتيجي منزلاها بالشكل ده، نقطه ميه كده اهو، وهتسيبي بقى المواسير، الدهون، كل الحاجات اللي اتعملت فيه طول اليوم، يعني المعلقه دي هتنضف لي المواسير خالص وهتخلي الميه تجري والميه مش هتقف في الحوض خالص. يعني الطريقه دي جميله جدا جدا بجد، هتعمليها وهتدعيلي. يا ريت بقى تدعميني بلايك للفيديو الحلو ده، الميه عندي ما بتقفش خالص. وفي بقى منظف برضو هعمله من البيكربونات، البيكربونات دي انا ما بستغناش عنها خالص خالص بصراحه. هعمل لكم دلوقتي منظف حلو قوي قوي،
طبعا انا معايا القاروره دي فيها ميه، مليتها ميه بحيث يعني اعمل المكون دوت وما يفيدش، ما يتبقاليش مسؤول لما نيجي نعمل الحاجه كده. انا مليت الكوبايه دي وهحطها في القاروره، ما بقاش بقى يعني املى القاروره دي، احسن حاجه املى القاروره ميه واحط بقى ايه المواد بتاعتي اللي انا هحطها. معايا هنا هو صابون مواعين، بريل فري ايا كان بالشكل ده، واجي جايه بالكربوناتو، حاطه معلقه كربوناتو كده، وهنا مش خلي كتير لان هيعمل تفاعل. وهقلب كل المكون ده مع بعض، طبعا دوت اساسي عندي على الحوض هو بالشكل ده كده، هو هيبدأ يتفاعل اهو، يعمل فوران مفيهاش مشكلة. يعني انا هعمل البخاخة ولو فاض بحطه في التولت وبدعكه كده هوت، بيبقى زي الفل. انا البخاخة دي بجد يعني انا مش بستغنى عنها، المكون ده جميل جدا، انضف بيه الرخامة، انضف بيه البوتاجاز، الاحواض، ممكن بقع جات على السيراميك في الارض بنضف بيه رشة كده اهو وبجي مسحة، بجد جميل جدا جدا. اهي كده اتملت على الاخر، بالشكل ده، وهرش كده صور رخامة او الحوض الستانلس بتاعي اهو كده. هو الحوض بتاعي نضيف، بس دي بتدي لمعان للستانلس جميل جدا بجد، يعني المكون ده بينضف لي وبيلمع لي الستانلس. يعني انا عندي بعمل الحوض معاملة الطبق بالظبط، الحوض بتاعي لازم يكون نضيف، ما فيهوش رواسب، ما فيهوش اتساخات، يعني معاملة الطبق لازم الحوض بتاعك يكون نظيف اهو بالشكل ده. ولا نقطة مية بتتركن عندي في قلب الحوض، لان الخطوة اللي انا وريتها لكم دي بجد جميلة، مش يعني هتستغني عن اي سباك يخش بيتك. انا ما فيش سباكين عندي بيخشوا البيت خالص بسبب بقى الا اذا كانت حاجه تانية. اما الحوض في ناس من وقت للتاني تجيب سباك عشان يسلك لها الحوض، لا انا مش بجيب سباك. هي الطريقه دي جميله جدا جدا، طبعا دي زي ما قلت لك من وقت للتاني، ده لو حوضك مش مسدود كل يومين كل على حسب بقى، تحطي معلقه في قلب بالليل بعد ما تخلصي شغل البيت، هتحطي معلقه في قلب الحوض من المسحوق اللي انا عملته ده، اللي هو مكون من ملح الطعام والبيكربونات الصوديوم، ودي برضو جميله جدا جدا، بستعملها في الرخامه بنضف بيها الستانلس زي ما انت شايفه كده بتلمع جدا. البيكربونات الصوديوم بجد هايل، يعني انا مش بستغنى عنه، انا يمكن البيكربونات اكتر من اي حاجة بجيبها في البيت. ليه مش بستخدمها في الاكل بس؟ لا بستخدمها في المنظفات. البيكربونات انا بحطها في الغسيل، يعني مع الابيض بحط زي ربع كوباية، مع الالوان ممكن احط معلقتين، بيطهر بيعقم بيخلي ريحة الغسيل ما يخليلهاش ريحة خالص. يعني البيكربونات انا ما بستغناش عنه ابدا، بجيب ربع كيلو نص كيلو، وقبل ما بيخلص لازم اكون جايباه عندي تاني في البيت. يا ريت وصفتي النهارده تعجبك، المكون ده حلو قوي، وبرده دوت مش هيخلي الحوض يتسد معاكي، مش هتجيبي سباك، مش هتحتاجي ايه. واكتر حاجه بتضايق ست البيت هي الحوض لما بيكون مسدود، ممكن يوقف لك شغلك، ممكن يوقف لك لو بتعملي اكل مش هتعرفي تعملي، المواعين بتتكون، فلا دي حاجه بسيطه مش مكلفه مش هتتعبنا.
وطبعا سهله جدا وفي كل بيت موجوده، بس هي بس ايه الخطوه اللي انت ايه تمشي عليها دي بالظبط، وحوضك هيبقى زي الفل ولا نقطه ميه هتقف فيه. يا رب وصفتي النهارده تعجبك، ان شاء الله تعجبك، وتعمليني بلايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف مليون سلام.